شددت وزارة الصحة دعوتها للجميع بضرورة الاتصال على الرقم 444 عند الشعور بأي أعراض مرتبطة بفيروس كورونا واتباع التعليمات التي يتم إعطاؤها من قبل المختصين. ويعمل مركز الاتصال 444 على تلقي البلاغات عن حالات مشتبه في إصابتها أو الحالات المؤكدة لتوفير الدعم لجميع الحالات بالشكل المطلوب وفق خطة وآليات محددة. خلف النجاح الذي حققه الجيش الأبيض في خنادق العمل ورفع اسم مملكة البحرين عاليا، هناك حائط صد آخر هو فريق يعمل كخلية نحل في تلقي ورصد الحالات المصابة بفيروس كورونا على مدار الساعة. ويعمل مركز الاتصال 444 التابع لوزارة الصحة كغرفة قيادة وتنسيق لتلقي الاتصالات الخاصة حول الإبلاغ عن حالات مشتبه في إصابتها أو الحالات المؤكدة أو لأي استفسارات أخرى تتعلق بالفيروس. يهدف فريق العاملين في مركز الاتصال المكون من متطوعين وموظفين بوزارة الصحة لإفادة المتصل واطلاعه على كافة المعلومات والمستجدات عبر ما يتم تنفيذه من آليات وإجراءات للتصدي لفيروس كورونا وتوفير الدعم لجميع الحالات وتوجيهها بالشكل المطلوب وفق خطة التشخيص والعلاج من الحالات القائمة والمخالطين والمتواجدين في مراكز الحجر الصحي الاحترازي. ويعد مركز الاتصال 444 أحد المراكز المتميزة التي تقدم الدعم التام للجهود الوطنية للتصدي لجائحة كورونا، حيث يوفر مركز الاتصال خدمة الرد على المكالمات بعدة لغات من بينها العربية والإنجليزية. ولم يغفل فريق مركز الاتصال 444 عن المبادرة بتقديم الدعم للفرق الأخرى لضمان استمرارية العمل من خلال مواجهة كورونا في كل جبهة من جبهات التصدي للجائحة.